المهم اتكلمنا واتفقنا في النهايه ما فتحناش موضوع حلايب دي غير الكلمتين اللي ملوكوا دول. لدرجه دكتور انا حبينا نعكسك شويه فوديت لك سريه مظلات عشان نرفسكم، مش عاوز اقول حاجه. فانتوا اتخضيتم وحطيتوا دفاع جو على بور السودان، واللي ضحك عليكم قال لكم ده مصريين جايين يحتلوا بور السودان. انا بحتل بور السودان؟ كفايه الحدود اللي عندي، بعيش اللي عندي، مش ناقص اضيف حد عايشه كمان عليا. خليني يعني الحمل كده كويس قوي ان اياك نقدر عليه، ما انا مش مستعد ازوده. قال له والله يا اخي انا عاوز امسح الحدود دي باستيكه. قلت له ريحك. قلت له انت عندك كم واحد هناك؟ 800. قال لي وانتوا عندكم فرقه؟ قلت له والله اللي عندك فرقه بتحكي، انا حوالي 1100 1150، ما يزيدش عن كده. احنا عندنا اكتر من كده تقريبا، حوالي يعني في العدد ده. قال لي دول بتوع حدود. قلت له، قال لي وانا عارف ان القائد هناك دفعه القائد بتاعه. قلت له بياكلوا مع بعض واصحاب مع بعض، بس اطلعوا انتوا بره اللعبه وسيبوهم.